سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. والفيديو ديال اليوم بغيت نهضر لكم على اشنو هو الواقي ديال الشمس اللي كنستعمل واللي نقدر ننصحكم بهم، يعني الا كانت عندكم البشره بحالي، اللي البشره الدهنيه اللي كينوضوا فيها الحبوب. انا نعاود لكم تجربتي، ولهذا تقدروا تجربوا حتى نتوما. كنظن ان بزاف ديال البنات اللي البشره ديالها دهنيه غادي يمشي مع البشره ديالها، غادي يليق ليها الوجهها، ولكن هاد لامارك حتى هما عندهم يعني البشره الجافه. بغيت نقول لكم هاد الفيديو راه ماشي يعني شي كولابوراسيون ولا شي حاجه مع هاد لامارك، سينو بغيت نشارك معكم تجربتي. لحقاش بزاف بكم سولتوني على شنو هو الواقي ديال الشمس اللي كنستعمل، وفي نفس الوقت انا هضرت لكم درت لكم روتيني يعني العنايه بالبشره، وخليت لكم هنا نخلي لكم هنايا هذا اللي بغيتو تدخلوا تشوفوه، وهضرت لكم واحد شويه على هذا البرودوي. لكن من بعد ما شفت واخا درت هذاك الروتين بزاف بكم سولتوني، قررت اني غادي ندير لكم فيديو عليه ونهضر لكم اكثر عليه باش تعرفوا عليه اكثر، تقدروا تاخذوه الى عجبكم ولا تجربوه. شوفوا انا بعدا عجبني بزاف، وانا بغيت نقول لكم البشره ديالي راه في دهنيه وكينوض ليا فيها الحبوب، يعني لهذا خصني دائما كناخذ شي منتجات اللي خصهم يكونوا خاصين بالبشره ديالي. ودائما خصنا البنات قبل ما ناخذوا اي منتج تكون نعرفوا يعني النوع ديال البشره ديالنا باش ناخذوا هذاك المنتج. يعني مثلا الا عندك البشره دهنيه خصك تاخذي المنتجات اللي ما فيهمش يعني زيوت زائده، يعني فري اويل. ولا كانت عندك البشره جافه خصك تاخذي يعني شي برودوي اللي تكون فيه تعطي الترطيب للبشره ديالك باش ما تبقاش جافه. يعني البشره ديالنا كل بشره اشنو محتاجه. ولهذا اليوم غنهضر لكم على انا البشره ديالي اللي بغا دائما غنبقى ان شاء الله ندير لكم لي فيديو. من بعد اللي سولتوني على شي برودوي بزاف بكم ندير لكم واحد الميني فيديو باش نهضر لكم على هذاك البرودوي وتعرفوا عليه اكثر. ولهذا اليوم اخترت نهضر لكم على هذا ديال لاروشي بوساي. من بعد ما سولتوني عليه بزاف انا كناخذ هذا كما قلت لكم ديال انتي بريونس انتي شين. يعني البنات كنقرا لكم ب اسبانيول ولكن هادشي راه مكتوبش باسبانيول، يمكن هذا فرنسي وهذا انجليز، ولهذا انا نهضر لكم بلغتي باللغه اللي كنعرف. فلويد مات ومات فلويد، يعني هذا كيماتيفيكي لكم البشره ديالكم. انا عجبني بزاف، نعاود لكم تجربتي. دابا انا هذا كنديرو يوميا خصوصا ملي كنكون شي بلاصه فيها الشمس ضروري ما نديرو قبل ما نخرج، وكنديرو دائما تحت الماكياج كنديرو هو كنخلي كندير حوايج اخرين بعد شي 5 دقائق مثلا تنصاوب عيني وداكشي عاد باش كندير الماكياج باش هو يدخل مزيان للبشره قبل ما ندير الماكياج. والصراحه ملي كنديرو كنلاحظ ان هو وهداك الكريم اللي كنستعمل بالليل كيساعدوني بزاف، كينقصوا ليا الحبوب شي مرات كيمشي ليا مره على حسب تاني الاكل. كما ضروري البنات خصنا نردو البال من الماكله ديالنا، وهادشي اللي بغيتو نهضر لكم في فيديو خاص اخر، لحقاش الماكله حتى هي كتاثر على البشره ديالنا وعلى الجسم ديالنا في بزاف ديال الحوايج. ولهذا انا ملي كناكل مزيان وكندير هذا دائما وكندير الكريم ديالي بالليل الوجه ديالي كيصفى 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 مزيان. ولاحظتها ملي كنقطع هذا الكريم كيبداو يخرجوا لي حبيبات صغار ولا حبيبات كبار على حسب باش كناكل. هذا كيساعدني بزاف صراحه باش كيكونترولي ليا الحبوب، ولهذا عجبني بزاف وقررت اني نعاود نشريه وبغيت نهضر لكم عليه مزيان باش الى عجبكم تاخذوه. وبالنسبه ملي كديري غير شويه منه، يعني نوريكم كيفاش دايره التكستوره ديالو، هو داير بحال هكا ما عرفش يبان لكم. ملي كديري ما كيبانش في البشره لان كنتي كتقلبي على شي بروتيكسيون سولار ما يكونش كيبان، كديري واخا كيبان لكم دابا شويه عطى واحد اللمعه، ولكن من بعد كتحسي البشره ديالك كتشربوا بسرعه وما كتبقايش تحسي حتى بشي يعني البشره دهنيه ما والو، سينو كينشفها لك كينشفها بداك على قدر النشوفيه اللي كتحتاج ديال البشره، ماشي كينشفها لدرجه ان كيخرجوا لك يعني كيتشقق التشققات في البشره ولا ما عرفتش كيفاش نقول لكم. يعني كنحاول نوصل لكم الميساج وقبلوا عليا، يعني كيحاول يخلي لك البشره كيف ما انتي تبغي. وخصوصا في الصيف البنات كنصحكم به بزاف بزاف، لحقاش في الصيف حنا اللي عندنا البشره دهنيه كتزيد تولي كثر دهنيه، ولهذا هذا البرودوي راه كيساعدك وغتبقاي ديريه يوميا راه غادي يمشي مزيان. هذه بعدا تجربتي انا كنحكي لكم كاش ديروا بحالي انا زعما داكشي اللي كندير. بغيتو تجربوه من بعد البنات بعدا اللي سولتوني عليه هو هذا اللي كنستعمل، وتجربتي معاه كانت زوينه بزاف. والثمن ديالو دابا ندوزو للثمن، كيتراوح ما بين 13 اورو حتى 18 اورو اللي هي من 120 درهم حتى 180 درهم، وراه كاين في المغرب. يعني تقدروا كنصحكم دائما بحال هاد المنتجات خذوهم من بارافارماسيا ولا دخلوا لجوجل وديروا الاسم ديال هاد المنتج هذا، وغادي يطلع لكم بزاف ديال الاثمنه في بزاف ديال البلايص، وانتم خذوه من البلاصه اللي بانت لكم ارخص. تقدر ديك البلاصه اللي كاينه اونلاين تكون حداكم تماك، يعني المحل ما تحتاجوش تاخذوه اونلاين، ولا كنتو تشوفوا بان تقدروا تاخذوه اونلاين وما غاديش تخلصوا يعني الام فيو هي مزيانه. محل انا هذا كناخذو اونلاين وكنظن خديته بشي 13 اورو شي حاجه، يعني الثمن ديالو كان مزيان، يعني وفرت عليا تقريبا شي 4 اورو، ولهذا يعني كنت
خديته من... انا خديته من بريمور بالنسبه للبنات اللي كاينين هنا في اسبانيا من بريمور، راكم عارفين لو وصلتي 20 اورو يعني خديتي من عندهم كيبيعوا مكياج كيبيعوا بزاف ديال الحوايج، الا وصلتي 20 اورو ما كتخلصيش الانفيو، لهذا كيوصل لك كلشي بحال اللي خديتيه من ماشي محل يعني ما كتخلصي عليه حتى شي حاجه وكيوصلك حتى للدار. وصافي البنات هذا هو البرودوي اللي بغيت نهضر لكم عليه، كنتمنى نكون قلت لكم كلشي عليه وما نسيت حتى شي حاجه. الا نسيت شي حاجه بغيتو تسولوني عليه هو على هذا البرودوي سولوني في سميتو في التعليقات، راه دائما كنجاوبكم ملي كندير شي فيديو جديد كنحاول نجاوبكم على الاسئله ديالكم منين كنشوفهم، اما ملي ما كنشوفهمش الغالب الله. وصافي البنات هذا هو البرودوي، ودابا غادي ندوزو شنو هما الهدايا البسيطه اللي بغيت ندير لكم. اول حاجه غادي نبدا هما بهاد الماسكات هادو اللي كيعجبوني بزاف، زوينين كيجيو بحال هكا زوينين بزاف، بعد كيعجبوني وكنستعملهم، راني كتوريتهم لكم في واحد الهول ولا ما عرفت في المفضلات ديالي. وبغيت نهدي لكم هذا ديال الخيار ديال الفريز لحقاش هما اللي كيعجبوني بزاف وزوينين بالنسبه للصيف، كيبردوا الوجه وداكشي وكيمني كتحيدي كتحسي بالوجه ديالك بارد ورطب وما نعرف واحد سينساسيون زوينه. وفي نفس الوقت نعطيكم هذا الشفار هذا بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم الميكوب فانتاسيا، الا كان الا يعني هذه الهديه خداتها شي بنت كيعجبها هذا الميكوب فانتاسيا تقدري يعني ديري به الماكياج ديالك فانتاسيا، وهذا يعني تعرفي على بزاف ديال الانواع ديال الماكياج في الدار ديالك ولا ما نعرف يعني تستعملهم شي حاجه جديده. وصافي لحقاش هادو ماشي في الشفار باش نخرجوا بهم ولا شي حاجه، هادو كانوا عندي وما عمري استعملتهم، لهذا قلت غادي نعطيهم لكم هديه اللي يعجبوكم. حقاش انا صراحه ما كنتش منتظره بزاف نوصل 5000 بهاد السرعه، ولهذا شكرا بزاف والله الا كان يعني كنشكركم من كل قلبي، ولهذا هادشي اللي قديت نوفر لكم في هاد الهديه. وان شاء الله مره اخرى تكون شي حاجه احسن، كل مره غادي نزيدوا شويه بشويه قد ما كتزيد القناه قد ما ان شاء الله غادي نزيد لكم شي يعني شي الهدايا في المستوى. وبغيت غير نقول لكم راه هادشي انا خديته بفلوسي يعني راه ما دايرش يعني شي كولابوراسيون ولا شي حاجه باش هاد عطوني هادشي باش نعطيه لكم هديه، سينو هادشي خديته لكم بفلوسي وبكل حب ويعني باش تعرفوا. وخديت لكم هاد الاكسسوار من بعد ما عرفت بزاف بكم البنات اللي متابعيني كيعجبكم السامبل بحالي، وخديت لكم هاد السنيسله هادي سامبل من بريمار. خديت لكم هاد الفطر هذا لحقاش عجبني الجمله اللي فيه، وبغيت من بعد ما تشوفوه دائما تفكروني، ومكتوب فيه ديس فروتا دي لاس بيكينياس كوساس، يعني تمتعوا بالحوايج صغار يعني واخا يكون الحوايج قد ما كانوا بساط في الحياه ديالنا خصنا نتمتعوا بهم لحقاش ما عمرهم كيتعاودوا وما عمرنا غنعاودوا نعيشهم بنفس الطريقه اللي عشنا بهم قبل. ولهذا تمتعوا باي لحظه البنات كي كانت خايبه ولا زوينه، واخا تكون خايبه نحاولوا نقولوا بان هذه راه دابا تفوت ان شاء الله وخصنا نتعلموا من هذيك الحاجه. انا هذا هو اللي وصلني من بعد ما قريت هذه الجمله، ولهذا قلت بغيت نشاركها معكم باش فين ما شفتوها تفكروني وتمتعوا باي لحظه في الحياه ديالكم. وهو الفطر عادي فيه ورقات كنظن سامبل باش تكتبوا فيه اي حاجه بغيتوا تفكروها ولا اللي يعجبكم. وهذا الخوز هذا حتى هو زوين بزاف كيعجبني هذا الستيل هذا، كتخديت جوج هو واحد ليكم واحد ليا كما شفتوه باقي جديد ما عمري استعملته. هذا الخوز هذا بالنسبه نبقاو في لي اكسسوار، خديت لكم هذه الحلقات هذو اللي كيعجبوني بزاف كيجيو خصوصا الا كان الشعر مجموع كيجيو زوينين بزاف بزاف بزاف، وانتم من غادي يجيكم ان شاء الله غادي تشوفوهم كديرين واعرين واعرين، انا بدا كيحمقوني هادو. وخديت لكم عاوتاني هاد 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 باش عارف شنو ديال اليد اللي كيدار هنايا في اليد بولسيرا ما عرفتش شنو بالعربيه زوين بزاف. وخديت لاستيك لحقاش ما عرفتش البنت اللي غادي توكيها هذا واش يعني تكون المونيكا ديالها غليوضه ولا ضعيفه ولا ما نعرف، على حسب القياس ديال كل وحده باش يجيكم على حسب القياس. وصراحه عجبني بزاف شفته في واحد المحل وانا نقول هذا غادي ناخذ لحبيباتي. ومن بعد البنات في المكياج وكيف ما قلت لكم الحلقات وهذا غادي نديرهم لكم في هذا الباك هذا باش يجيكم يعني محمي. وخديت لكم هاد الاقلام هادو من ايسنس اللي كيعجبوني بزاف هاد الالوان هادو، خديت لكم ما عرفتش نقول لكم زعما الالوان ما عرفتش فين هما الحاصور راهم كيبانوا لكم. خديت لكم سوفت بيري هو هذا، وخديت لكم الاضاف بالنسبه للبنات اللي بغيتو تعرفوا الاسماء الاضاف وخديت لكم هذا من بريمارك تاو كنتو شفتو في واحد سميتو واحد الهوله باش تجربوا هادو زوينين هاد العكوره ديال بريمارك بالنسبه للبنات اللي عندهم شنايف ناشفين كيعطيو واحد ترطيب زوين واللون ديالو حتى هو ما بيهش زوين. وخديت لكم هاد الصباغه اللي كتعجبني بزاف 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 هاد الغوز هذا، مع دابا في هاد التندوس هاد التندنسيا اللي كاينه هاد في هاد فصل الربيع هاد الغوز دارج بزاف على لاموض هو هذا اللي دايره انا في دي زوين بزاف، وخديت وحده ليك وحده ليا وحده ليكم. وخديت لكم هاد الماسكارا هادي من ايسينس تانا خديت وحده ليا، وخديت لكم هاد الكريم هذا تا هو كنستعمل واحد بحالو والريحه ديالو كتحمق باش تهزوها في البولسو ديالكم وداكشي الريحه ديالو كما قلت لكم كتحمق.
وخديت لكم هذا البرونزر هذا كما البرونزر هذا كما شفتوا كلشي كيجي مسدود بهذا بالسكوتش ديال اولترا برونز. هذا عجبني هو بزاف بزاف ولهذا قلت غادي ناخذ لكم لحقاش دابا داخلين على الصيف باش تقدروا ديروا شويه البرونزاج لوجهكم شويه كيبان لكم داكشي في ريفليكس هنايا الحصول وكنتمنى يعجبكم وكما شفتوا فيه كونتيتي كثيره وهذا هذا غادي يجي زوين دوزوا به الصيف ان شاء الله. وهذه واحد الحاجه اللي واحد سميتو كنت بغيت نعطي غنديروا لكم لحقاش غادي تشوفوه في الصوره اللي درت لكم في الانستغرام هو هذا الاي شادو هذا بالنسبه للبنات هو ملي كديري كيجي شويه بحال اللي كيبري ما كيجيوش هاد الالوان بحال هكا مجهدين وفي هاد العيبه ديالو ولكن كنت كندير لكم مع هاد الفيديو كنديره خمسة المرات لما نعرف ويطيح لي ويتهرس واحد شويه من هنا ولكن غادي نحطو لكم غير حقاش ما كشبيت نديرو لكم دابا ولكن مع تشوفوا الفوق لا فوتو في الانستغرام وبغيتكم غادي تشوفوه يعني بحال غادي نجي غشيتكم ولا كذبت عليكم ولهذا قلت غادي نوريه لكم وغادي نديرو لكم وصافي وعجبكم هي هذيك ما عجبكمش سمحوا لي وصافي البنات هذه هي الهديه البسيطه اللي بغيت نعطيكم كنتمنى تعجبكم والشروط هو انكم تكونوا مشتركين في القناه متابعيني في الانستغرام وغتلقاو واحد لا فوتو في الانستغرام بهذا المنتجات هذه الهديه البسيطه اللي بغيت نعطيكم وفي هذيك لا فوتو غادي تكتبوا جوج الاسماء ديال صحاباتكم اللي يكونوا عندكم في الانستغرام يعني الصحابه ديالكم اللي كتهضروا معاهم وكتشاركوا معاهم كل شيء غادي تطاقيوهم في هذاك التعليق ديروا الاسماء ديالهم ديال الانستغرام نيت باش هما يدخلوا ويتعرفوا على هذه القناه ولا على هذا على الانستغرام وياك ما يبغيو حتى هما يشتركوا في المسابقه ويكون الحظ ديالهم انهم يربحوا وصافي وهادشي هو وانكم ديري انك مشتركه الدوله اللي انت منها والاسم ديالك لحقاش هاد سميتو غادي يكون انترناسيونال غادي يكون الدول اللي يعني غادي يكونوا يقدروا يشاركوا اللي مشاركيني في القناه هما الجزائر المغرب بلجيكا فرنسا اسبانيا يعني خمسه الدول ولكن نشوف من بعد غادي نشوف قبل ما تسالي هاد المسابقه غنشوف الا تزاد شي دوله ان شاء الله غادي نديرها حتى هي الحاصل يعني غادي يكون انترناسيونال ان شاء الله كما قلت لكم كتبوا الاسم ديالكم الدوله اللي منين نتوما وان شاء الله غادي تكون طاقطه معكم ملي غادي تدوز 20 يوم في البريفي ديال الانستغرام ان شاء الله وشكرا شكرا بزاف على الدعم ديالكم على الحب ديالكم على اللايكات ديالكم على المتابعه ديالكم على كل شيء ديالكم ما تصوروش شحال يعني هذا الشيء كيفرحني ولهذا كل مره كنبغي ندير شي فيديو كندير لكم كل حب وكل صبر ربي اللي عالم وصافي كنبغيكم بزاف بزاف حتى الفيديو ما يجي ان شاء الله ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب الا كنتي جديده في القناه باي باي.